تحية من جديد، أرحب بكم مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء والكرام أينما كنتم، مباشرة من مدينة بني ملال. أشياء غريبة وعجيبة تباع في سوق العجب هنا بمدينة بني ملال كما تشاهدون. أشياء لا فائدة منها، ما عندها حتى شي فائدة تقريبا، لكن بعض الأشياء غريبة جدا تباع هنا. كاين بعض الاشياء هنا غريبه جدا، غريبه وعجيبه في نفس الوقت، ما عندها حتى شي فائده ولكن كاينه تباع هنا. انتقلوا ممكن اخرى، مازال معكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة وهذا السوق. باتريات خاسرين، باتريات ما خدامينش. غريب هذا الأمر. مازال معكم مشاهدينا في الجولة.
عطيني عطيك ولا 100 درهم عطيني 100 درهم اخو لا والو كاين غريبة هنا والله إلا تعجبت أنا تنشوف أشياء بعض الأشياء لا فائدة منها تقريبا لا فائدة منها خدامين هاد البطاريات أخويا خدامين شكرا غريب 20 فرنك حتى هي كتباع 20 فرنك حتى هي كتباع عارف راك شي كلشي غريب هذاك شويه ديال الكولا ديال الشمال لا فين قالوا والله يا موتي تفيكس ابو لا لا واخو لا نضيع فيهم بو عندي شكون عندي شي سلعه بزاف هذيك تبعها شويه غريب هذا الأمر 20 20 سنتيم حتى هي كتباع في سوق العجب 8 ملال غريب الأمر هو هاد السورت ديال شي باب هاد السوارت شنو غيتفتح بهم مثلا في نظركم هاد السوارت شنو غيتفتح بهم في نظركم مثلا قدامكم غريب هذا الامر السوارت ديال اش من باب هاد الناس غريب والله امور تثير الاستغراب هنا توتير الغرابة أشياء غريبة جدا هنا دائما مازال معكم في الجولة في السوق
للإشارة اسمه سوق العجب، وكذلك يحتوي على أشياء غريبة وعجيبة جدا. كاين أشياء ما عندها حتى فائدة هنا كتباع في هذا السوق. من المشاهدين الكرام، مازال معكم في الجولة سوق العجب في مدينة بني ملال. أشياء غريبة وعجيبة لا فائدة منها تباع هنا في هذا السوق، أشياء ما عندها لا منفعة لا حتى حاجة، ما كتنفع بوالو تقريبا، ما عندها شي دور ما عندها شي فائدة. كتبعنا في السوق وتخيلوا معايا مشاهدينا الكرام، لقيت 20 سنتيم اليوم كيبيعوا فيها في هذا السوق. 20 سنتيم هي 4 دريال ديالنا، يعني 20 سنتيم مع دينية صفراء تتباع في هذا السوق. والله اخي الكريم 20 سنتيم لقيت، 20 سنتيم العجب العجاب، 20 سنتيم كيبيع فيها واحد هنايا في هذا السوق. شحال بغا يبيع هاد 20 سنتيم؟ معرفتش. شيء غريب هنا كذلك في هذا المكان. Thank you.
انا مازال معكم مشاهدينا الكرام. مازال معكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة سوق العجب بيم باني من الكشمش. شوفوا معنا اشياء صراحة أشياء غريبة وعجيبة صراحة بكل صراحة. شي حوايج أول مرة كنشوفها، ما سبق لي شفتها من قبل حتى شفتها اليوم هاد السوق. غريب هاد الأماسير و تمهرس. شوف مسير هذا لا فائدة منه. تنظن لا فائدة من الساروت هذا. قلت لكم في الأول أشياء غريبة هنا. كاين عندكم هنا اشياء غريبه وعجيبه. اول مره كنشوف شي حوايج هنا، كان جو ولكن اول مره كنشوف اشياء غريبه جدا. ما جيتيش انا نوريك الاشياء الغريبه اكثر من هادشي. كسبت واحد عنده 20 4 دريال 20 سنتيم تيبيع فيها. تسلط واحد جاب جمجمه رمضان اللي فات بلا هذا ديال بنادم، وكان حاطها ليا في الزغب ديالها باش صغيره. هذاك اللي بغا يديرها طفاية، هذاك اللي بغيتك تلقى، جاو داو البوليس من هنا. كنتي شاهد على هذه الواقعة؟ هما اللي تنضحكوا هنا راسيني. مرحبا، قول لي هذه القضية هذي ما تقدرش. ما نقولها، قلت له ما نديش تصور بعدا أصلا. لا لا،
تنصور الاشياء الغريبه والعجيبه فقط. القضيه اللي قلتي ديال الجمجمه حتى هي خطيره جدا. جاب دار البوليس لقاوها مزرقه الهبيل، لقاها في شي بلاصه جات الروضه شي قبر تنبش والراس باقي فيه الريحه كاع باقي قالنا واش يقول لهم اللي بغى يرد طفا. هو ما عارفوش هو كيسحبوا حاجه اللي عندي لعبوا واش الدور مسكين اليوم انا عرفتي شكون ياك تلبس السروال مقلوب وتيعمر راسو بزاف تيقول لهم الله يعطيك. خرجنا من دار العيب بلا عيب. العيالات ما يدخلوش عندنا في الجوطية. سيرتو لك انت عندنا النقرة النقرة والدابة. الله يبارك فيك. الله يحفظك. بخير. تليفون 50 درهم، 1000 ريال تليفون، 1000 ريال. تليفون 1000 ريال. صورني يا صاحبي التقليد عليك ما يسمحليكش غادي ندير فيلم غادي نشوفو كاميرا كلشي راك عرفتي علاش انا راه عندي وليداتي تصور لي هذاك الشيء ماشي قضيه تصور شي هذاك الشيء ماشي مشكل بنادم لا شحال الكاميرا؟ أربعة وكاع خدامي. كنت ندير فيلم وثائقي صامت. اصحاب المبرا
زوين داكشي زوين. لا والله الا كيبان واري عطا تخافهم جابوا ديالهم ها داكشي ما عرفتش. لا والله الا كيبانوا زوينين. مشاهدينا الكرام مازال معكم في الجولة مازال معكم في الجولة في السوق والله العظيم اشياء غريبة جدا اشياء غريبة وعجيبة كاين شي اشياء اللي ما عندهاش حتى شي فائدة تباع هنا اشياء لا فائدة منها ما عندهاش شي اضافة او فائدة غريب غريب هذا الامر والله العظيم مازال معكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة في سوق العجب غادي تكتشفوا معايا اليوم السوق شنو هما الحوايج اللي كيتباعوا فيه اغرب الاشياء اللي كاينه في هذا السوق
كاين حوايج من الغرابه بما كان مشاهدينا الكرام. تخيلوا معايا 20 سنتيم تباع هنا، 20 سنتيم اللي هي 4 ديال الريالات، يعني عملة معدنية صفراء معروفة لدى المغرب. كذلك حرارة هنا، درجات حرارة مرتفعة. مشاهدينا الكرام، هذا الشيء دابا هشام. مشاهدينا الكرام، اضيف لكم موعدا في بث مباشر اخر من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها، مع تحيه اخوكم طارق. اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.